السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونشكر الله عز وجل وندعو للإخوة بالتوفيق ونقول جزاكم الله خيرا. لن نقول أكثر من ذلك لأنه نعلم أنهم إنما قاموا بهذا العمل لوجه الله، لا يريدون من البشر جزاء ولا شكورا، ولكن لهم من الدعاء إن شاء الله. ثلاث نقاط. النقطة الأولى يا إخوة، نحن نواجه دولة تتعامل بالسياسة وليس بالدين، وبالتالي فأنا يعني أذكر الإخوة أننا نتفق في الأهداف وقد نجتهد في الوسائل. أمضيت 3 أيام في تركيا وجلست مع إخوة هناك، يعني جل الوقت هو بحث، أبحث في ليس فقط يعني استخدام الدولة الصفوية لمن يخالفها أو يوافقها، لا، كنت أركز على استخدام الدولة الصفوية للشيعة لقتل الشيعة، وأنا أوثق في هذا الآن. فالسياسة ليس لها دين، يعني السياسة اللي الآن تدير الأمور لا دين لها، والصفويون لا يتحركون من دين، وأنا أعتقد أنه يجب أن نعيد حساباتنا وفق ذلك. شيء جميل أن يكون الخطاب يعني يدعو إلى يعني أن يهتدي الناس إلى صراط الله المستقيم، هذا شيء جميل، لكن ليوازي هذا أيضا أننا لا ندفع بقية القوم إلى أن يستغلوا من قبل الطرف الآخر ضدنا. فعلى أقل تقدير لنعتبر أنه إن لم يكن معك في الصف فليكن معك كما كانت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مثلا، لأننا كلما تخلينا عن هؤلاء كلما وظف الطرف الآخر هذه القضية ضدنا. فهذا الأمر يا أخوة يجب أن يفهم، يعني لأن الطيبة ذي والبساطة اللي أحيانا نظهر بها لا تصلح مع من يكيد، يعني كما أن في الروم أرطبون فيجب أن يكون في المسلمين أرطبون وأرطبون وأرطبون. النقطة الثانية هو أننا يجب أن نحمل، يعني الإخوة بارك الله فيهم ذكرونا، ويجب أن نعترف بأن كنا يعني على الأقل يعني غافلين إلى حد ما عن هذه القضية. ذكرونا وعرفونا وصححوا لنا، بدل ما كنا نقول أهواز صرنا نقول أحواز، وهذا من فضل الله ثم فضل الإخوة، هذا لا ينسى لهم. وأيضا عرفونا وعرفوا، ويكفي أن الخصم أشار إليهم بالبنان وذكر اسم الأخ عبد الله يعني في إعلامه هناك، فهذا يدل على أنه وصل إلى الشريان. فإذا كان الأمر كذلك يا أخوة، فالمطلوب منا أن نتعاهد على هذه القضية بغض النظر عن التغيرات السياسية. أنتم تعلمون أن السياسة لها حساباتها والسياسي له حساباته، لكن صاحب المبدأ المناصر يجب أن يناصر تحت كل ظرف. وبالتالي فأنا أعتقد أن الإخوة يجب أن يواصلوا ونواصل معهم، وإذا رأينا هناك نوع من الحسابات السياسية التي قد تحد من هذا النشاط فليبحث عن موقع آخر وعن حبشة أخرى لا يظلم عندها أحد، لأننا أصحاب رسالة ويجب أن تبلغ هذه ولا تتوقف. فليس من المناسب أن يرى الأحوازيون يوم الأيام أننا تحمسنا لأن الجو السياسي يخدمنا في هذا، ثم إذا ما غابت الشمس وجاء الظلام ليس لدينا شموع نشعلها، بحيث أننا نكون مستقلين، إنما نريد أن ننصر إخوة لأنهم إخوة لنا في الله عز وجل. الأخ بدأ يقرب شوي، أنا بوقف إن شاء الله. يا إخوة، موضوع أساليب الصفويين في النيل منا أعقد بكثير مما نتخيل، وما عملوا في المنطقة الشرقية هذا عمل يسير جدا، وإني لأعجب أن من بيننا من لا يصدق أن مثل هذه الأعمال وراها الدولة الصفوية. فإن شاء الله تعالى سأقدم مع الإخوة يوم الأيام إن شاء الله حلقة خاصة بعد أن أكمل توثيق الأعمال التي ضد الشيعة من الشيعة بإشراف من جهاز إطلاعات المخابرات الإيرانية هناك. شكرا. لا، أنا أشير إليك لأنك أنت ما شاء الله عليك رافع الراية، يعني أقول يعني فلننتبه لهذا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم ويجزهم خير الجزاء، وقد عملوا عملا ليس سهلا، لكن كما وعدنا الشيخ عبد الله ألا نتمادح ولا نكثر، إنما نقول جزاكم الله خيرا، ومن قيل له جزاك الله خير فقد بلغ بالثناء، والسلام عليكم.